في الجانب المقابل محاولة لمصلحة المنتخب العراقي انطلاقة من الجهة اليسرى وبعيدت لا زالت مستمرة وقائمة. أيمن حسين كرة بمحاولة خطيرة إلى حسين علي، حسين علي، حسين علي، حسين أهو أصغرهما سد وأكبرهم يهز بلد، يهز بلد بل ويهز القارة بأكملها. ابن الرافدين ولد العراق ولد الملحة جابها جابها جابها. الله عليك يا حسين، هي وصلت، هي وصلت، هي مستمرة، هي قائمة. مر 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 لا 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 لا. بأقدام حسين لأبناء الرافدين، عراقية عراقية عراقية، معا معا نردد، عراقية عراقية عراقية. أول أهداف اللقاء يأتي عن طريق حسين علي وبالقدم اليمنى في شباك خالد عيسى، هدف مستحق.